أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: هناك من الناس من يقول إنه إذا ماتت زوجة الرجل فلا يجوز له أن يتزوج إلا بعد مرور 40 يوما على موتها، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل لا أصل له. وإذا ماتت امرأة الرجل فله أن يتزوج اليوم الذي ماتت، وله أن يتزوج وهي حي أيضا إلى 4 نسوة. ما الذي يحجر عليه تزوج إلا بعد 40 يوما؟ هذا من الكلام الباطل. له أن يتزوج وهي حية، وله أن يتزوج بعد موتها إلى 4 نسوة. نعم. ربما روجت بعض وسائل الإعلام بالناس أن هذا ممكن الوفاء عنده، ما قولك؟ ليس هذا، ليس من الوفاء أنه يمتنع عن تزوج، هذا ليس من الوفاء، وليس هو من حق الزوجة عليه. نعم.